عاشا لعشق المراجل لعشق المراجل ولو انها تتعب لعشق المراجل يا جمهور تابع رضاك أنت يرضينا يا أجمل متابع مواقف وخوة ومن شاب ضوة دعا ربعها الغالين من شاب ضوة حسين الصاعري تعال عد من واحد لعشرة لحط السكروب في اذنك عد بيدرهج طالة أسهل مرحبا وأهلا أهلا رديت على الأبيات بعد الفجر موعدنا مع الشعار أدري عنك عاد الرجال خلصوا كل بهم ترى يا ريت تحضر البيوت في نص دقيقة عاد في 30 ثانية سكبنا سكبنا لان ما ناكل مع الرجل بيسرانا صب لنا يا بن شري صب يا بن شري صب صب لا يجيك ليلنا ابوي سقطري مويه يشرب مويه لا تصب بقوه لا تصب بقوه عشان ما الغاز ما يروح خلصوا مع العشاء امسك امسك ليش حبك حنا عند مسجد شايفنا يلا على لي الحالي ما نبع عليه شامتين ذا ثمان بريمات ما ادري سبع بريمات مضيق مسوي محزن غيام مالي ايه مالي يالله حق لي ما دخلت ولا ابراهيم يا ابو بدر لا ولا ابراهيم والله ولا ابراهيم ابو ولا انا بداخل اي والله ولا ابراهيم ولا انا بداخل وقبل شيء يوم طلعوني مغري عشان قلت بيت في مسجد برمان تدري انا ما قد دخلت ذي في القليب ما قد طبيتها بس الابراهيم خذوني بديل 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 و بديل مرتين ومره طلعت ابراهيم يعني طلعت لذيب القريب لا ما طلعت يعني طلعت مهاب مهاب يردني اي خلاص بس مين في الذيب القريب جبدي جبدي بدي جبت بديل مرتين ومهاب رجعني لابراهيم صح اما يعني الذيب القريب شو اسمه الفقره ما قد جيت القريب لا ما اعرفه ولا بيتعرف عليه ولا اللي بجايه ويلا يا مشفر الميدان دي لا 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 شو الحين وش محمد الملح مش فقرته كم برايم ريان ستة كم اللي قد راحت برايمات ها كم البرايمات اللي قد راحت لا ست بالريج يطلع كم الريج ستة هي على سبعة على سبعة 18 19 20 21 20 23 24 25 6 ثمانية إبراهيمات اللي راحت ثمانية؟ لا هذا تسع كيف لا؟ عد كم دلحي؟ عد بالأشخاص خلي كم؟ أبا علمك حسان حلو أيوة فيصل شداد حلو خالد ناصر عايض خالد ناصر شافي عبد الله فلاح عبد الله فلاح محمد جامع محمد جامع ها بس هذا الثامن متى بره متى بس تبعه هذه كم؟ سبعة سبعة ومحمد فهد سبعة محمد فهد انسحاب يعني انت برايم واحد اللي ما دخلت اللي هو برايم حسان صح؟ اي برايم اول برايم آه لا اول برايم موجودي كم برايم ما دخلت كم كم كم؟ ها؟ سبع برايمات هذا الثامن انت دخلت طيب احنا كم ذحين؟ هذا الحين السبت اللي بيجي ثامن برايم
ثلاث مباريات دخلت في ستة باقي اثنين ما تجي. الحين احنا ندخل في كم برايم؟ هذا الثامن بالبرنامج. ايه باقي كم؟ باقي اربعة. لا خمسة. خمسة اذا بيطولون. ما نبغى ما نبغى ما نبغى. يا ناس مال هوا دكتور عالج قلوبه اي والله بتفضل ما حبيني. يا ناس مال هوا دكتور عالج قلوبه. ايه يا بحيش اسمع اسمع ايه هلا اوه ده شو غميم ولا ايه ما فيها صاحي عقل ما هو بمشغول اللي ما هو مشغول ما هو يا زياد يبقى قصيدة مني لما تقولها في ست الصد كذا بس حرفها ايه عندها بسيطة ها؟ الله يعافيك ابو خالد شلون؟ صادق قصيدك؟ ترقد؟ لا لا عند الاثنين ذرات ابشر وسعد نسولف ما جانا شيء انت السعد يا زياد لا عاد تسرق القصيده اعترف ويقول انها من اخي الصل وخذ عيوني عمري كلها فدوه لك عندك سالفه يا زياد عد ابنعك من المطامره وانت خابر كل مرة نوصيك لكنك مغامر ومبارك مبارك راسك كأنه الطيبة الله يسعدك ويوفقك ويخليك لشبانك يا مبارك مبارك راسك كأنه نطيطة ما ندري خلقة الله جعل عمرك مبارك وك ولكن استارد استارد انت تقول اسلم لكن سامحنا ترى الاعذار دايم يواصل وانت يا مبارك مبارك جعل عمرك مبارك يا سلطاني يا سلطان يا حبيبي يا الشعب انت شنو بخلي تقول انه دارك سوني سيكل الله هلا يا زياد عيد وكرر امنعنا من المطامر ترى المطامر تدري من هو له والمطامر يطامر يا محسن يا محسن يا محسن يا محسن قد شفت شكلك واجد غيري يرقع لي التايل محسن محسن يا محيسن يا محيسن يا محيسن يا محيسن خلينا نتبنى شوي يا محيسن جنبك يا بطل يا محيسن يا محيسن قد شفت شكلك واجد اسمع يا ولد يا محيسن يا محيسن قد شفت شكلك واجد غير ارقع لي يا الثائر وعجل علي يا محسن محسن يا محسن محسن اسلم اخو عدني والله ان محسن عندي غالي اني وانا خايف من ردوده طيب لانه شاعر وابوه شاعر وشيخ علومه وفيه الله الله يكفانا شرك ويجعل بيننا وبينك حاجز لا. لكن سامحنا يا محسن ترانا نحب نغامر يا محسن لا تقولنا شيء يا محسن لا تقولنا شيء ما نعرف ولا تعرفنا يا محسن مع السلامة ما قدر تلاته ما ابنه لا خليهم يروحوا خليهم يروحوا اول مره اخذ قصيده اضيع هذا عصيده ما قصيده هذه عصيده مو قصيده ها صدق وين راحت ورقه وين هي رجعت اخويا اليوم خاطري ما هو بطيب ولا مرتاح بال والعرب ما عاد لي شاف في
الرجال دون الحال حال كلنا ضايق والأخلاق طايح سوقها. شندك زين أقول قلبك مجروح أفك براغيه أفك براغيه. كمل كمل كمل. أو ردينا قلبك المجروح. كمل يا سطا عشان على صوتك. البارحة طار الهوى جيسي هدام هدى العيون اللي هدبها منامي هدى العيون اللي هدبها منامي. دق الوتاد ثم شعيد بصدري خيام فيني جاها من صلب الأيام حامي فيني جاها من صلب الأيام حامي. جعل الله جعل الله أنا استغفر الله صدق هبا أبو أبو لا تسدك لا تسدك. كني بقى يا بيت وارطونا مخا ما ظنيتي بفيد جمع الحطامي ما ظنيتي بفيد جمع الحطامي. صاحي عقل مهوب مشغول اللي مهوب مشغول مهوب صاحي صاحي على تحية الصلح شيء متعب متعب ومن رورو 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 كيف حالك؟ وين يا رورو؟ رورو هنا يلعب بالمعدة. الله يسعدك نخوفك على حظ الله الله يجعله ترى يرضخ 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 مالك عادي عادي يا رب خير الله يا الله انا واك شارب عندي عارفه يا لا 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 لي يا لا 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 لي يا لا 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 لي يا لا 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 هذه شو يسمونها هذه تكفى لا تضربني هنا كيف اضرب فيني انا مضبط الاستشوار كذا تكفى شوف شوف ابني ابني اسمع اسمع هب ابني هبني هبني خلاص خلاص تحرك 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 ضبطه يو شارك ابو عبد الله ضبطه 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 يا محسن القرم لا تنشد على احوالي لبنا قصص
اكمل العشاء. العشاء ترى ما ماكل منها الا انا. متى بيخلص العشاء؟ بفلوس. لو فرزان والله ما يقول استحي منه. وين يا عمر؟ يا محسن القار ملا تنشد عن احوالي. السلام عليكم. حالي الليل تعرف وجهكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اتحداكم من هو ساعر النسخه؟ من هو؟ عبد الرحمن عبد الله. الله عبد الله عبد الرحمن ونامس والسهل. ليش ساعر النسخه؟ ساعر النسخه لانه ساعر النسخه. ساسيسو 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 ساسيسو. يا حسين وين رايح يا حسين؟ يا حسين لا تذل. وش هو؟ تكتب قصيده؟ تبغى تكتب قصيده؟ من اذبيه؟ قصيده والله ما اكثر قصايدكم ذا الليل يا حسين. اكتب قصيده الردية اللي من الثوي. في ردية حذي. وش هي قصيدة؟ تباح تباح تباح. الذيل الضلوع من ذيل عسى فعال. يا ساسي عليكم كذبوكم واللي ما هم معنا ما عليهم سلام. ثقلك واجد استفتاء. يا مسرف. ثقلك ثقلك. يا فوت الحظ. ساعر النسخة. ساعر النسخة. ما. تعال يا ساعر النسخة. صح. طايق حداك من اللي قال ساعر النسخة؟ سلام عزيز. غوغو غوغو الله يقولوني ايش بك تسكت. هذا ساعر النسخة. اسكت هدوء اسكت اسكت اسكت. ويقول الظواهر ما تعلم عن الخافي. سلام يا سلام. يقولون وش بك تشتكي وانت حالك زين. ويقول الظواهر ما تعلم عن الخافي. الله الله يا جميلة قام يا طويل حال طوي عزتي لا اللي سواد عزتي لا عزتي لا اللي سواتي عزتي لا. لو تمرين الشيوخ على الفتاوي عودوا مثلي يجرون الطويلة عودوا مثلي يجرون الطويلة. سجليني في عالم حبك عزتي لا اللي سواتي عزتي لا عزتي لا اللي سواتي عزتي. لو تمرين الشيوخ أهل الفتا عودوا مثلي يجرون الطويلة. كل جار لجمع العرق يطلع بس قدلة يا مدلع ويا زين ما ترحم الله بس قدلة يا زين ما ترحم اللي عايش بحبك بس اللي بس قدلة يا مدلع ما نركب إلا كل جار اللي ما عرق يطلع بس اقدلا يا مدلع ما نركب إلا كل جار اللي ما عرق يطلع بس اقدلا يا مدلع ما نركب إلا كل جار اللي ما عرق يطلع بس اقدلا يا مدلع ما نركب إلا كل جار اللي ما عرق يطلع بس اقدلا يا مدلع يا زين ما ترحم اللي عايش بحبك مولع بس اقدلع يا مدلع يا زين ما ترحم اللي عايش بحبك مولع بس اقدلع يا مدلع. اقرب عسك هد هد فيك وطلع صوت 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 يا زين ما ترحم اللي عايش بحبك
اكبر والله فسكت انا يا مدلع. هوش قومه صوت. هوش قومه ما في صوت. امسك بيض الله وجهك بيض الشح. يا عينه اللي من العيار الثقيل خليتني المنعزل وال اسلم تفضل. معنا اليوم فرقه يمنيه يا اخوي سالم. ونعم ونعم مليون عليك زود استاهلون اخواننا واصحابنا وجماهيرنا من اليمن الشقيقه. نعم وسط صنعاء الشوق تذيك الغزال من جماله طلع عقلي وارتبش. يلا انت وسط صنعاء كمل. شوق تذيك الغزال من جماله طلع عقلي وارتبش ما رأت عينيك حسني والجمال لا بأرض الهند ولا أرض الحبش. اروح الله يا قوم تعال صار قصيدة انك دائرية. قوم كملوا 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 ترى لعبوا ايه ايش عندنا بجمع جمع 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 بالله بالله يا شعب اليمن ترى يمين يفتر مين؟ بالله بالله يا شعب اليمن يا رموك مونك مسر يا رجل زار الشباب من الشعل في ليلته زار الشباب من الشعل في ليلته زار الشباب مد لي يدك بشوف حناك صغير مد لي يدك بشوف حناك زار الشباب من الشعل في ليلته العيد زار الشباب من الشعل في ليلته وصغير مد لي يدك بشوف حناك صغير مد لي يدك بشوف حناك يا وينك لا وجدك ما عاد اشوفك يا وينك لا ما عاد اشوفك صغير مد لي يدك بشوف حناك صغير مد لي يدك لا اله الا الله حق نسمع تحية الجماهير لما دولة اليمن الشقيقة أسلام عندي مشاركة الذاعر النضخة اسمع مني أنا افتخر أطيش قلب قلبك اسمع مني أسلام يا ذاعر النضخة يا ريحي يا ريحي يا اللي تدخلين البيوت قولي محبوب قلبي صاحبك شايموت لا يشرب المولى يا كل ما على الناس قوت ما قوته الا زبيبه تعتقه لا يموت. عندي مشاركه يا اخي اسلم المشاركه اسلم خاطر غصن القانا خاطر غصن القانا وقل على المعنى ذروتي لنا اشر من قلبي اشر من قلبي خاطر غصن القانا خاطر غصن القانا خطر غصن القناة وخطر غصن القناة وقف على الماء يا رجال وشر من قلبي وشر من قلبي وخطر غصن القناة وقف على الماء دص يا ابو يا ايه نفسي اعشق بس وين القى حبيب الله وين لا انت تقول اوه يلا نفسي اعشق بس وين القى حبيب اوه في الهوى وين ايش تبي سيارتي قيد الله وسط الرمال وسط الجبل سيارتي تمشي بسرعه عاليه سيارتي قيد وسط الرمال وسط الحجر سيارتي تمشي بسرعه فايقه ما تشرب الا زيت عافيه سيارتي قلت زيت وبنزين وحليب حليب سيارتي تمشي بسرعة فايقة فايقة
ابداع ابداع الشباب عند المعنى ما ادري هذيك اسمع يا خبره نعم. قد قلت لك يا علي خذلك زين عنا اما الكبير هذي عفشه مجنون قد قلت لك يا علي خذ لك ساعة النونة أما الكبير هذي عفشه مجنون أما الكبير هذي عفشه مجنون خلوها خلق العادة ما راح راح ما راح يسلم يا أخوي فهد ما راح جاء وما جاء راح ولا يا وجودي والنجر ونبمران على ظافر اللي باع نفسه على شنه تواجهت انا مثله على مفارق الاخوان وعزي لما مثلي قد خايلت اخوانه تواجهت انا مثله على مفارق الاخوان وعزي سلام اخوانا هاي سيس سيس اقول لك سيس سيس الله يطول عمرك اي سيس يا سلام ابى اقول لكم سالفه حسب هيا اسكت لا اسلم اعرف كيف اسلم عليك يا الربع في يوم من الايام احنا بنفتح مجال سالفه اوكي اسم ربع حوله حوله الله الله السالفه طيب حفظ محمد لا تعاين فيني لان انا ادري انك لا عاين فيني تضيع السوالف لاني احبك الله يطول عمرك طبعا يا طول عمر السلامه كنت يا طول عمر السلامه قر يا عقلي هذا ايش قال هذا اكد يا ولد لا لا السالفه لا لا دقيقه هنا هي هنا كيف افتح السالفه قصدك ما قلت يا ابني كان يوم من الايام يا الربع ابوي رقد صدق ابوي رقد يوم من الايام واجيك يا طول عمر السلامه انا ضايق انا ضايق انا ضايق جدا ضايق دقيت على ولد جيراننا السلام عليكم ابن عم السلام عليكم وعليكم السلام قلت يا ولد انت فاضي قال ايوه قلت ها بجل مشينا قال ابوك سمح لك قلت اي قلت لا لكن بندز احنا قريب نعود قال وين قلت المكان الفلاني المكان الفلاني ذا يمكن 9 كيلو 10 كيلو نعود قال يلا وانا اخذه واشغل والله يا رجال نيتي تهامه انزل تهامه واعود واعود الساعه 8 9 تمام بعدكم ايش عيده لا يمكن 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 كلها 150 150 ايه وجهي طول عمر السلامه ودس ولا وقفت انا في بلجرشي يا معي انت لهذه الاتصالات انا قفل جوالي قلت يا ولد ما ابغى حد يكلم وقلت ميت خويي قفل جوالك نبغى بس نسمع صوت مسجل وندس قال دند والله يا طول عمر السلامه ونسمع صوت مسجل نجي نازلين مع العقبه يوم قدني في بدايه العقبه لين قلبي دقني قلت يا ولد ايش العلم خلني ادق اشوف ايش الوضع هم دروا ولا لا يوم غير فكيت الطيران ليل اتصالات انا في وجه الله كلها واجي يا طول عمر السلامه واتصل على ابوي اتصلت على امي قلت يا امي ايش العلم قالت والله العظيم انه يدور لك وما يدري وين انت رحت انت وينك ومن ذا الكلام انت وين انت المهم قال ابويا قالت امي مدي ابوك يدور لك من ذا الكلام قلت يا امه وش العلم طيب انا قدني في نص العقبه وبروح بتمشى وبعود الساعه كم المهم انا مشيت الساعه 11 ونص تقريبا ظهر ليل يا رجال راد وقلت يا ولد بدز المهم يوم قدني عند ذا يوم قدني عند في العقبه عقبه حزنه يوم قدني عنده نازل مع بلجرش وجي يا طول عمر السلامه ودق عليها امي قالت ابوك ضايق ومن ذا الكلام قلت ها وش الحل قالت الحل انك تعود قلت يا امي انا قدني بروح هي قد خربانه خربانه انا عودت زعل علي وان رحت نفسها زعل علي يا ولد قالت امي لا تعال قلت ابشري واكلم خويي قال ولد والله امي قالت تعال مشينا قلت يلا توكلنا على الله وانا اعود انا قلت ذا الحين الوضع مزري ليتها ابقاس والله والله العظيم يا عيال عاد امي دقت على ابوي وعلمته قالت فؤاد عنه جاء قال مدها منين قالت جاي من بلجرش وانا وادز انا على هوني قلت يا واد انا بوصل بوصل لكن رب الله اني اهدي لين يرقد
هو ابوي منشغل فيني وادرس. يوم قدني داخل الديره قلت خلاص يا ود بدز للبيت. يوم قدني احنا عندنا لفه من بعد المستشفى اشوف باب البيت من بعيد، ولاني اشوف جهامه ابوي واقف عند باب البيت. يا ويلك يا ولد. لاني اشوف ابوي متكي لابس فنيله اي وطالع قال 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 ايش؟ قال خلني اروق عليه. عز الله ولبق يمين وانزل خويي، قلت انزل وخليك هنا، انا ان كان رجعت لك خير. قال انت روح صرف نفسك، هو بيته قريب. واجي وادز واوقف عند باب البيت. وانزل عليه. انا هذا الحين احتاج الفزعه، احتاج امي تتدخل في الموضوع. احتاج امي توقف. تقول لا تقربه. اي والله هذه الواقفه. اي والله هذا الموقف اللي ابغاه، لكن حن بيتين جنب بعض، انا لا في الجهه الثانيه وامي في البيت الثاني. واجي اوقف الموتر واطفي مفتاح واحط مفتاح في الصندوق وعاين في ابوي. قال تعال نحط المفتاح. في حد سمع لك؟ في حد؟ انا ابغى ازبل، ابغى اجفل، ابغى اعطيها دعسه عشان لا يقول جيب المفتاح ولا شيء. قال تعال. شوف انا يعني كبير ومن ذا الكلام، لكن عند ابوي اعد اني صغير. يا الله الله. واجي عند ابوي قال وقف. قلت ايش العلم؟ قال في حد سمح لك؟ قلت لا. قال لو انك طلبتني انا بعي؟ قلت ايه انت بتعي، عشان كذا انا رحت. قال المهم ابوي عنده حركه دائما يجي يسويها فيني، انا سبحان الله يسويها فيني 20 مره ولا يوم اجي عنده انساها، انسى الحركه اللي بيسويها. يجي يسوي زي كذا، تمام؟ يسوي كذا بسرعه. لا سوي زي كذا، انا اسوي زي كذا. انا اسوي زي كذا يا معايط طاع اللي في الوجه يا رجال. لاني اشوف عندي ليل اشوف الارض سود خضراء خضراء. يا ولد مسكني بالثاني. توكل على الله. انا قلت خلاص الامور طيبه، كفين وذي فنا، انا الامور طيبه، انا اروح استانس. تعال تعال. قلت هلا. واجي عنده انا الوحيد من اخواني اللي جابوا لي اللي ضربني، اوقف عنده لين يخلص. لا خلص مشيت. جاء قال هات جوالك، عندنا العقاب الثاني اذا يطلع على يعني رقم العقوبه، العقاب الثاني على طول سحب الجوال. دسته دعوه يا ولد عاين فيه يا ابوي الله يرحم والديك، خليني اتكي على الجوال ومن ذا الكلام. قال لا هات. ياخذ الجوال، سحب مني الجوال تقريبا 19 ساعه. جاء اليوم الثاني وخلاص قلنا، قلت يا امه كلمي ابوي. يا ولد ما سوتها يعني، هنا يمديك تضبط الوضع يمديك. صح. المهم وجهي طول عمر السلام وخذيت الجوال الثاني، الجوال اليوم الثاني. وبشركم اعطاني اليوم الثالث تقريبا، اليوم الرابع اعطاني مفتاح السياره قال روح تمشي. نفس الاستاذ يقول علي بعد وش نفسها صح نفس سالفتك. يعني انا ملحتها. لا والله لا صدق عليها. صلوا على النبي. جاء مره يطلع عمر السلام الله يسلمك. جاء مره يطلع عمر السلام الله يسلمك. سلمت. ذيك الايام وانا درس الثانوي. ابوي الله يرحمه من النوع اللي خلاص الساعه 10 في الليل الساعه 11 ما عاد فيه. حتى لا تظهر بالبيت. وحن في قريه بعيده من المدينه في الحرجه. انا من طال عمر السلامه ولي به ناس من شباب الجماعه معهم كراسي دا. هم الكراسي دي مفقوعة كنداستها. يجوني كل ليل، قد مشيت أول ليلة ومشت. إيش أصلح؟ إذا رقد بوي أفتح باب السطح وأنط مع باب السطح، نزلت لي حبل ليل أنزل في القاع علشان لو جيت أبغى أرجع كيف أدخل باب البيت؟ قفل باب البيت. أطلع مع السطح وأنزل لي حبل وأنزل، يا ولد فيني لقافة ما في حد. وأقول مدعو الجماعة فين؟ الله الله. الله الله. أنا بطلع مسوي أقول لك شباب الجماعة لا توقفون، يوقفون يا رجل يمكن بين البيت ووقفتهم يمكن كيلو. يا ولد صوت الكراسي ذا تعرفها هذا ما بعد طلعت الوادي. أول ليل ومشت الخطة، ثاني ليل كان أبوي شك. وسألني وجحت، قال قلت ما أنا روح ولا أنا أطلع. الله الله. واجيكم يطلع عمر السلامة رابع ليل. وكان شك ماني في البيت، راح ودخل علي في الغرفه، لي والله ماني في الغرفه. قد طلعت من الحرجه قدي داخل السراح، الحين وين احنا سارفين؟ ابغى ابها. نسي الساعه 12 لا. ما في يا ولد نسري
ندق هذا اليوم 120 كيلو رايحين 120 كيلو راجعين، ونروح بيامها ونعين حد العرب راقدين ناخذنا لفتين على بس شقا. انا يطلع عمر السلام يقول لي داخل السراح لي والله ان الجوال يدق، اول مره يدق علي ابوي الساعه 12 بالليل. انا سولف مع اخوياي في الموتر لي والله اني مسكت مزاد سولفت. اي والله والله اذكر واحد من اخوياي انه ضربني على صدري، ايش قومك يا ولد؟ قلت ولا شيء يشبح بالجوال لي والله حتى ويعرف وضع ابوي معي. لي والله يوم شاف ابوي يدق لا اله الا الله ما رديت، اول اتصال ثاني اتصال ما رديت، ثالث اتصال ما رديت، قلت خلوها قبلها يا رجل كما ولا رديت. ونروح والله يا رجل كان يمشي على يا ولد كان يمشي على نار ما كان يجر لو يطول عمر السلامة لي والله انا يرقب لي لي والله يرقب لي اللي كان يمنعني جدتي ام ابوي تمنعنا من الضرب وراقده قبل الفجر ما عاد يمديها تقوم تضرع القني على الباب تردب اول مخمس ثاني مخمس ثالث مخمس لا اله الا الله يا رجل دخلني غرفه وقفل علي ما بدموع الا ذل يا ولد انقطع ظهري انا والله ما نزل لي دمعه. المهم يطول عمر السلامه واخذ اول يوم في توقيف يجيني زاد واكل وانا عندك ثاني يوم ثالث يوم ما دريت ابغى اطلع انا اي صلحت من اللقافه اللي في راسي يا رجل يعلم الله تعرفون الطاقه حقت البيت شبك والشبك ذا مسامير مثبته مسامير جابوا لي اكل وفيه ملعقه فاجيكم يا طول عمر السلامه واقعد اقول بالمسامير ادقر المسامير ادقر يا رجل ليه فكيت المسامير حقت الشبك حق الطاقه ابغى اطلع ابغى اطلع اذهب ذنبين وانا من نوع الميدان الربطه افك الشبك حق الطاقه يا طول عمر السلامه بسم الله الرحمن الرحيم واسري ذاك الليل ما انفصخت يوم فكيت الشبك الكلام ذا في الليل وادق على الشباب وجو خذوني واسري وناخذ لنا لاخر وشك ابوي هن ما هو طبيعي يوم جاء قدي راجع افتح علي ابوي لي والله اني بعد رجع والشبك في يدي قلت رجع قلت ما حد ادخل الغرفه واركب الشبك اي والله على الدريشة والشبك في يدي مكانك هات الشبك يوم خذ الشبك دردب ما انا فيني لقافه غير طبيعيه ما عليكم زود ما سماني صالح عالم كسر بو صناعه حبه خليني خبره قبل ساعه قلت علي محسن اللي نفس هذا ذي ايه اول شيء نفسها بالضبط لا ذي فيه اللي الشبع عقبك عليها مو لا الكراسي ما عندي والله ما عندي خلاص ما قبل ما تقول لي ذم غير هيد اللي غير السالفه وش الهيد؟ ايش اللي يقول بيك ثم اعطاك صفقتين كذا وش؟ كم اعطاك ابوك صفقتين معلمت لنا؟ واحده ايه كنت اول ثانوي ايه يا ولد فك النظارة يا ولد ظالمك تفكها عيوني حمر تمام ماصل مرقد يا طويل العمر والسلامة كنت أدرس أول ثانوي وكان البيت جنب المدرسة وكنت أمشي من المدرسة من البيت إلى المدرسة قريب ما يوديني الشاي برا رجلي المهم جالي وقت تنفست من المدرسة ما عاد أبيها وأنا أقعد حول ثلاث أسابيع أشرح على عين الشايب وأتلول بالبيت وأرقد أشرح على عين أبوي وأتلول بالبيت وأرقد أي والله شفت النوم هذيك اللي بين الخزانات هي لين ترتفع الشمس شمس الضح المهم جاب ثلاث اسابيع وهو يدق المدير على الشاي الو السلام عليكم كيف الحال ايش حالك يا ابو حزام عساك طيب علومكم اخباركم والله طيبين وبخير العلوم قال لا عينت فهد قال ايش علمه قال الرجال قدر ثلاث اسابيع ما داوم الرجال هي في شيء ولا صايبه شيء ولا عليه شيء ولا عليك مخلاف قال ثلاث اسابيع قال اعدو والقى ما نخفو لش ما عليه من بكره وعندك مقصور لج من بكره وعندك قال ما في شيء قال لم تعافين ذبحت العافيه والعطنه يا والله اللي بيجيني الشر ولا هو بجايه المهم يا طول عمر السلام يوم جاء لي صباح وقد يقومني ما علمني يوم قد يقومني قم انا ابوك قم شل قال قم بنشرح رحت انا وياه المدرسه وادخل انا وياه عند المدير انا شكيت ان فيه مشكله هو يا اما داري ولا انا ادخل اياه عند المدير مكتب المدير هو يقول اي يا رجال يعطيني وضع الثقه شاد دخلنا غرفه المدير ويقفل باب الغرفه حقت المدير قال كم الصبي ذا ما جاكم كم ذا الصبي ما شفت وجهه قال والله قام المدير دار بيجي قال والله له اسبوعين قال لا تكون ثلاثه
قال نعم ثلاثة قدر ثلاثة أسابيع ما جانا. قال وينكم من المدرسة؟ قلت قمت مغبغ والله تعبان والله مريض والله 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 والله. قال إن شاء الله بعلمك الله إن شاء الله أنت عارف ربي. هالشاي ما قال يا رجيل لاور لاور أقسم بيت الله أن تقول لاور لا كبره لا كبره عود. هو يمسكني في غرفة المدير خبط وسجد خبط وسجد ويجي المدير بيفرع مدير المدرسة يبي يدخل بنا وفصل عليه الشاي ويروح يجلس في ساعة لنفو الله يسيبك يعني ما لي معي منك سفر. المهم ايش كنت اعلمكم هو يفصل المدير يروح المدير ويجلس على الطاولة. قال لا الصبي ذا تبي من شيء؟ قال ابيه بس يداوم. قال وش عنده من الدراسات؟ قال والله لا هو بيجيب لا دفاتر ولا هو بيحل واجبات ولا هو بيذاكر ولا عنده الا الضع ويداج ما عنده سالفه. قال لا حوله منازل حوله منازل حولني منازل واستانس كان ما عاد فوق راسي راس. اذا رح يقول ما عليه اذا يقول والله انت شيء والله انا كحل في عيني وادمي الثاني. ويوم بقعت نازل قال خلاص يجينا بس يوك اختبارات النهائية يودي البيت. قال يلا اخذ لك ملابس. العلم مش العلم بس من يسفرني سفرية اخذ لك ملابس وانا عبي الشنطة.